لما تلاقي أي واحد بيطلق عليه ابن نكتة في أي حتة في العالم، أي إنسان في الكرة الأرضية لما يطلق عليه ابن نكتة، تعرف إن هو أكيد باسبوره مصري أو جنسيته مصرية. الشعب المصري على مدار 7000 سنة فقر، قهر، استعمار، أي حاجة بتحصل في الشعب المصري لازم برضو في الآخر الشعب المصري لازم يطلع نكتة أو يسخر من المشكلة اللي هو فيها بشكل أو بآخر. ضيفتي جمعت كل النكت اللي طلعت من أول ثورة 25 يناير إلى وقت هنعرف منها هي تفصيليا، وجمعته وحطته في كتاب ونزلته في الأسواق. ضيفتي العزيزة الأستاذة دينا هلال، مستشارة تسويقية وصاحبة فكرة كتاب أخف دم ثورة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا دينا، وبجد يعني الواحد لما بيسمع بس من حد كده نكتة حد قالها على موقف معين، بجد احنا شطار قوي 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 قد كده في ان احنا في احلك الظروف بنعرف نطلع نكت شبه دي. بس انت ازاي جات لك الفكره؟ ازاي جات لك الفكره وعملتي الكتاب ده ازاي؟ طيب خليني اقول لك، اولا صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل المصريين اصحاب اخف دم. الحقيقه مصر مرت في 2011 ونهاية ولغاية دلوقتي بنمر بظروف غريبة جدا وظروف تاريخية، لكن في وسط الأحداث اللي كل يوم متسارعة وحدث ورا حدث حدث ورا حدث، كانت النكتة هي أبرز حدث بيحصل، لأن هي اللي كانت بتغلف في الآخر الرأي العام المصري بطريقة صغيرة جدا ولكن سريعة جدا ومتلاحقة. كلنا طبعا فاكرين من يوم 25 يناير ولغاية التنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كان 18 يوم عدوا علينا من أصعب 18 يوم شفناهم في تاريخنا إحنا كشباب وكمصريين. في الفترة دي تحديدا لما كنا بنسهر بالليل واللجان الشعبية والناس الصبح في الميدان، كان أكتر حاجة الناس بتعلق عليها بينهم بين بعض في وسط الأحداث دي كلها كانت النكتة. وانا بحكم عملي عشان بعمل في مجال الاستشارات التسويقيه والدعايه والاعلان وكده، احنا عارفين اهميه يعني ايه الواحد يقيس الراي، يعني ايه ان انت لما عايز تبيع شيء او تروج لشيء لازم الاول تعرف الناس عايزه تشوفه ازاي، او تقدر تقول لهم ايه على الشيء ده، او توصل المعلومه ازاي. فلاحظت حاجه غريبه قوي، ان المصريين في الفتره دي كان في قياس للراي العام من خلال النكتة اللي لا تتعدى سطرين، وده معناه انه لو في مثلا شركة بتحلل او الحكومة السابقة كانت عاملة جهاز اسمه تحليل الرأي العام المصري وركزت مع النكتة بس، كانوا هيقدروا يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الشعب في 18 يوم دول، وازاي التصريحات تتقال، وازاي التصريحات تقول ايه وما تقولش ايه، ولما يطلع بتصريح او بكلمة او بخطاب كان المفروض يتضمن ايه المعاني اللي تتضمنه واللي هيتقبلها الشعب المصري. في الفتره دي تحديدا قلت لا، النكته ما تتسابش، النكته دي لازم تؤرخ وتتجمع وتحفظ في كل بيت مصري، انه 18 يوم دول او الفتره دي ازاي المصريين كانوا بيعلقوا على الاحداث. من هنا جت الفكره. حلوة. جميل جدا. يعني دينا انت جمعتي يعني النكت دي، هل مثلا من الشارع، هل من اصحاب، هل من الفيسبوك، هل من منين جمعتيهم ازاي؟ خليني احكي لك بقى قصه طريق تجميع الكتاب. لما رجعنا المكتب، او يعني انا عندي لما رجعت الشركه بعد ما كلنا كنا قاعدين في البيوت والكلام ده، جمعت مجموعه من اقرب الناس وقلت لهم ايه رايكم نجمع النكت؟ كله تحمس جدا الحقيقه. فقالوا لي طب هنعملها ازاي دي؟ قلت لهم مالناش دعوه، احنا هنبعت لكل اصحابنا ومعارفنا اس ام اسات وايميلات نقول لهم يا جماعه والله اللي عنده نكته يبعتها لنا، وبعدين نبتدي نفرز النكت. طبعا ده كان في يعني بنتكلم في الشهر الاول من بدايه الثوره. ابتدى الموضوع يزيد والاحداث تتسارع ونكت تزيد اكتر فاكتر فاكتر، فبين نكتشف ان النكت ما بقتش مجرد نكت وخلاص، لا ده بقى فيه عنوانه للنكت، يعني في نكت الخاصه بميدان التحرير و18 يوم الاولى، وبعدين نكته برجاله النظام السابق، وبعدين نكت خاصه بالراجل اللي واقف ورا عمر سليمان، وبعدين النكت الخاصة بالانتخابات، وبعدين النكت اللي خاصة بليبيا وثورة ليبيا، وبعدين النكت اللي خاصة بتونس ومصر واللي هيحصل فلقينا ان المسألة تحولت لمجموعة كبيرة جدا، كم كبير جدا من النكت، فابتدينا نعنونه ونرتبه حسب الاحداث بالتوقيتات يعني.
وبعدين وصلنا لانه خلاص بقى عندنا المحتوى الكتاب، طب شكله بقى نخرجه ازاي؟ هل نخرجه كتاب تقليدي عادي صفحات بيضاء؟ لكن كان الرأي بقى اللي ما بيننا كمجموعة عمل انه لا، لازم الكتاب لما يخرج يعبر برضو على الايام اللي احنا شفناها والطريقة. احنا ما كنا بنكلم بعض او نشوف بعض في الميدان، طب كان نقول لبعض عندك اخر نكتة، تلاقي اخر نكتة اللي عندي غير اخر نكتة اللي عندك، طب شيرها. طب تحول الموضوع انه بقى في ثقافة شيرنج النكت او تبادل النكت عند المصريين بلغة ومسمى مختلف تماما. فأخرجنا الكتاب بنفس الطريقة. لا، والحقيقة بجد اللي عايزة أقوله إن أنا لما فتحت الكتاب فوق كنت متخيلة إن هي هتبقى صفحة عبارة عن شرط ومكتوبة فيها النكت، لكن أنت عاملاها بجد بطريقة ممتعة، يعني ما تخليش الواحد يمل ويحس بالنكت أكتر، يعني عارفة مطلعها زي الكاريكاتير كده بألوان وبتاع، فشكلها بجد لطيف جدا ومش ممل خالص. لحد إمتى أو لأي وقت وقفت النكت دي؟ لما تم يعني طباعة الكتاب ونزوله؟ احنا كنا في الاول يعني بنفكر انه ينزل في الصيف، لكن قلنا لا نستنى وننزله في 25 يناير 2012. ففي نص العمل قررنا ان احنا نأجل اصداره لغاية 25 يناير 2012. ايه المحتوى، نقف فين؟ فقلنا لا، احنا طبعا عدينا بمراحل الانتخابات البرلمانية، قبل الانتخابات البرلمانية والتوجهات السياسية المختلفة، سواء كان ليبرال سواء كانت الإخوان المسلمين السلفيين، في مجموعات كبيرة قوي من النكت بتعبر عن اختلافات كمان وجهات الرأي المصرية الموجودة حاليا على الساحة السياسية. فقلنا لا، خلينا نقف فقط عن نهاية الثورة الليبية، لأنه في جزء في الكتاب عن الثورة الليبية، و نبتدي نعد للجزء الثاني اللي هيمر بقى بانتخابات البرلمانية والشورى والانتخابات الرئاسية إن شاء الله. ممكن دينا تفتحي كده الكتاب تباري بس الناس طريقة أو شكل إخراج الكتاب من جوه؟ خليني أكلمك جوه وبره الحقيقة، لأنه هو أوريدي من بره، ومن بره هيبقى موجود معانا على الهواء، بس أنا عايزة من جوه تفرجي الناس شكل النكت مكتوبة إزاي. يعني ده شكل مختلف كده للكتاب. هنلاقي انه كنا دايما بنقول ايه، شاير النكته، طب دي اجمد، طب خالي عندك دي، طب لا انا هبعت لك واحده اجدد. فاحنا خدنا نفس طبيعه خفه الدم دي في تصميم الكتاب. اهم حاجه بقى بالنسبه لي عايزه اكلمها على الكتاب، انه الكتاب ده لما نزل كان، او يعني احنا شغالين عليه، فكرنا في التصميم الخارجي للكتاب، فعملنا اكتر من 10 تصميمات، وكمجموعه عمل كنا اكتر من 20 فرد بنختار الغلاف الخارجي للكتاب. فوقفنا، عجزنا عن الاختيار، فقلنا خلاص احنا هنعملها، نمشيها بقى زي الثوره، من بعد الثوره احنا في بلد ديمقراطي دلوقتي، فهنعمل فوتنج او هنعمل تصويت على الاخراج النهائي للكتاب. وبالفعل سالنا اصحابنا وجمعنا الاصوات، فطلع عندنا 50% مع تصميم و50% مع تصميم. فقلنا هنحترم الديمقراطية وحنزل الكتاب، يبقى أول كتاب مصري من أول طبعة فيه في غلافين، فهو نفس الكتاب، واللي عاجبه بقى نفس الغلاف، نفس المحتوى، وحنعرضينه في المكتبات بغلافين، وكل واحد يختار الغلاف اللي يعجبه. يعني هو موجود اوريدي في المكتبات، نزلته يعني؟ خلاص نزل. طب دينا معلش، انا الغلاف الاولاني ده اللي هو العادي اللي احنا بنعرفه، يعني اللي هو شايف؟ لا، هو مش عادي قوي، لانه خليني اشرح لك فكره. كل احنا عنوان الكتاب في الحالتين هو اخف دم ثوره. الباب ده كانه باب عادي مقفول عليك، هي البلد كان مقفول عليها، لكن كان جواها ثورة، فكنا حاطين الهتافات اللي كانت بتحصل في ميدان التحرير. أول ما التنحي حدث، أول نقطة طلعت بعد التنحي كانت معلش ارجع يا ريس، احنا كنا بنهزر معاك. فاحنا حطينا النقطة دي وحطينا الهتافات وعملنا الفصل اللي هو ما كان يحدث في الميدان. وأول ما الميدان حقق أول إنجازاته، أول نقطة طلعت اللي هي معلش ارجع يا راس احنا كنا بنهزر معك. فده كان واحد من الأغلاف. التاني بقى، واحد بقى من الغلاف التاني كان برضو نقطة من النكت، إنه أو تعليق من التعليقات أثناء الثورة، لو لم أكن مصرية أنا كان فاتني حاجات كتير قوي. في كلمة يختلف عليها المصريين في بعض يعني في ناس تعتبرها كلمة خارجة، فاحنا قلنا هناخد، احنا بنرصد اللي اتقال دون ان نحذف منه او نعمل عليه رقابه.
وبالفعل حطيناها الكلمة والجملة مكتملة، وحطينا عليها ايد المواطن او ايد المصري، لانه هو متحرج من يعني الكلمه. يعني لو شفناها لو قصدي لو حركنا الدراع هنشوفها. أيوة. هنشوف الكلمه، ولكن احنا عارفين ان هي لو لم اكن مصريا لكان كانت فاتني حاجات كتير فشخ. لا في حاجه فشخ. اوكي. طب انا عاوزه متدرجه في الشارع المصري، هي كلمه متدرجه لكن البعض يقراها سنه يعني مش 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 طبيعيه، ولكن احنا عارفين فحطينا ايدينا. وانتوا بتجمعوا النكت حسيت ان في نكت مثلا طالعه من اخوان مسلمين او نكته طالعه من سلفيين؟ المصري كان بينكت بكل اتجاهاته. لكن النكته بمعناها الحقيقي هي نكته بتعبر عن الحريه. 100% حريه يعني بكل المطلق. فاعتقد انه كان صعب تقول انه في نكت خارجه من سلفيين. هي نكته طالعه بتلقائيه المصري وبكل حريه بتعبر بحريه. لكن اقدر اقول لك ان كان في رصد جامد جدا للحاله والمنتاليتي او الفكر بدقه شديده جدا، وده كان باين قوي في فتره الانتخابات البرلمانيه. اللي هو السلفي هيبقى يعمل ايه في البرلمان او تحت قبه البرلمان، والاخوان كان هيبقى عامل ازاي، والليبرال كان هيبقى عامل ازاي. لكن انت برضو ما سالتنيش على اخر نكته النهارده. لا لا نعرفه بس ما تقوليش بس. لازم اعرفه قبل ما طبعا. حضرتك تقولي طب انت وقفتي في الكتاب هنا او الطبعه دي تعتبر الطبعه الاولى، انت ناوي انت تعملي طبعه ثانيه الاول ان شاء الله باذن الله. طيب انت وقفتي لغايه احداث ايه؟ الثوره الليبيه يعني. بعد موت القذافي بالظبط احنا طبعته بقى الكتاب قفلنا. لا قلنا خلاص ده المحتوى بتاعنا وهنقفل عليه، وبعدين ما بعد موت القذافي هنبتدي احنا نشتغل عليه في طبعه ثانيه وجزء ثاني. عارفه نفسي اعرف جدا بجد عجالك فيدباك او رد فعل للناس اللي اشتروا الكتاب او حاجه. خليني اصدقائك او القرايب الجيران اي حد يعني جالك فيدباك؟ كله كان سامع عن الكتاب وكله كان بيشوف حتت ويشوف مش عارفه ايه، فبعتنا لاصحابنا وبعتنا لناس نعرفهم واعلاميين كتير وصحفيين كتير. صحفيين كتير كلمونا شكرونا على الكتاب وقالوا انه الحقيقه الكتاب مش عمل تجاري على قد ما هو تذكار للثوره. صحيح. وفي ناس كتير قالوا لي انه احنا طابعينه طبعه تعتبر يعني سنه طبعه غاليه في السعر يعني، لكن طلب مني تحديدا انه نحاول نصغر شويه الكتاب ونطبع طبعه اقل تكلفه، لان هم نفسهم انه الكتاب ده يبقى في كل بيت مصري. في بعض المصريين كمان اللي عايشين بره دول اللي متلهفين على الكتاب يعني. في ناس من عايشين في لندن كلموني قالوا لي احنا هنطلب كميه علشان كل اللي عايشين في لندن عايزين يبقى عندهم نسخه من الكتاب. طبعا. بالظبط، لانه دول اللي عايشين جوه مصر بالظبط كده جوه محتاجين يرجعوا محتاجين اكتر يحسوا بايه المصريين، وبفاتهم كتير يعني. المصري اللي قاعد هنا اكيد وصلت له مجموعه كبيره من النكت، لكن اللي عايش بره كان بيسمع نكته او اتنين كل شويه. الكواليتي عاملاها فعلا كواليتي جيده جدا من جوه ومن بره يعني، مش بس غلاف لا من كمان الورق من جوه مختلف جدا والكواليتي بتاعته عاليه قوي. هل في مشاكل حصلت وانتوا بتعملوا كتاب وانتوا بتفرزوا النكت؟ حد كان في رقابه مثلا على ما تيجي قبل ما نخش في المشاكل نسمع نكتتين؟ نسمع نكته بعد اذنك اكيد أوي. كلنا عايز تسمع عن ايه يعني؟ خليني اقول لك في عجاله سريعه محتوى الفهرس. في نكت ميدان التحرير والاكس رايس ورجاله النظام والراجل اللي واقف ورا عمر سليمان مع كامل احترامنا له طبعا. امن الدوله سابقا، خبر عاجل، بيان هام، الحكومه الانتقاليه، الدستور، الاخ اللي معمر الطاسه. دي كانت السكاشن او اختار لنا انت حاجه على ذوقك. دي حاجه دستور وحاجه ماشي. ايه لا حاجه على ذوقها كده او ماشي. بالحظ بقى ماشي. إليكم الخبر العاجل، الأمطار تسقط في ميدان التحرير وجاءت التصريحات كالتالي: الإخوان لا حوار مع النظام قبل توقف المطر. الجزيرة: وقد أفادنا مراسلنا أن المسؤول عن هطول الأمطار هم بلطجية الحزب. معتصم التحرير: تم الإمساك بقطرات المطر وتأكدنا أن هوياتهم تابعة للداخلية. قناة النيل الأخبار: لا صحة لما تبث القنوات العميلة
هناك سقوط للمطر. روحي لنا على نقطه ثانيه لو سمحت، عايزين نسمع. لا ما دي حقيقه كانت بتحصل. ايوه طبعا كانت بتحصل. وانا شايفه انه الاتجاه عموما في الاعلام يعني اختلف، فخلينا نشجع الاتجاه ده ونكمل عليه. مظبوط طبعا. مثلا خليني اقول لك، انا اقول لك على حاجه، افتحي اي صفحه في الكتاب وقولي بقى. ما هو انا بفتح كده عمياني. بس هنا احنا هنا في دينا في البرنامج بتاعنا ما اختلفناش. لا لا، قبل الثوره وبعد الثوره زي ما احنا مع الثوره. ده شيء ما اتغير يعني، وشنا ما اتغيرش بجد الحقيقه. الحمد لله. الحمد لله. واللي متابع البرنامج هيعرف ده. عايزه بعد ما خليني اقول لك مثلا حاجه. القذافي قدمت استقالتي من الحكم، لكني كرئيس للدوله لم اقبل الاستقاله. حلو قوي. حلو قوي. مثلا واحده من الحاجات، اصحى عشان تنام، عارف انت نام. يلا اصحى عشان تنام. الفرق بين الثوره في مصر والثوره في ليبيا. اتفضل. مصر المتظاهرون ياكلون كنتاكي، ليبيا المتظاهرون يتعاطون حبوب الهلوسه. مصر وجود عناصر اجنبيه تخريبيه، ليبيا وجود بن لادن شخصيا في الزاويه. مصر الشعب يريد اسقاط النظام، ليبيا الشعب يريد اسقاط الحمار. دينا الكتب دي المفروض ان هو بتمر على رقابه. عملت ايه في الفتره؟ خليني بقى اقول لك المشاكل كده من اولها كده. وقت فرز النكت، وقت ما كنت بتعملوا الطباعه، ايه اللي حصل؟ بص انا يعني خليني ابقى امينه معاكي، احنا كمصريين كنا حاطين دايما سقف لينا قبل الثوره. بعد الثوره مجموعه العمل كانت بتتكلم انه دايما طب هو النكت دي هتعدي؟ طب هم هيوافقوا على اصدار الكتاب ده؟ انت متاكده يخشوا ويرجعوا؟ انت متاكده انه ده هيحصل؟ بيني وبينك انا كنت عايزه المجموعه تبقى متشجعه وما يبقاش في احباط، ولو في احباطات نحاول بقى ايه. قلت لهم اخرتها هنوزعه على اصحابنا، ما تقلقوش يعني. تمام. حتى لو رسيت في الاخر انه مش هيتوافق على الكتاب هنوزعه على اصحابنا. فقدمت الكتاب للجهات المسؤوله عن الموافقه في اللي تبع وزاره الثقافه. وانا ببعت الكتاب، الشخص اللي انا بعتاه بالعمل يعني قال لي حضرتك يعني واثقه عايزه تقومي بالموضوع؟ قلت له اتكل على الله ما تقلقش. جو اهيد. حقيقه راح ورجع قال لي مبسوطين جدا بالكتاب. قلت له ايه انت بتقول ايه ازاي يعني؟ فقال لي لا ده هم كمان بيقولوا لو حضرتك محتاجه مساعده يقدروا يحولوا الكتاب على مطابع او يساعدوكي او واتيفر يعني. وتوافق الكتاب اون ذا سبوت، خدوه رجعوه وتوافق عليه اون ذا سبوت دون حذف اي كلمه من الكتاب. ما حاولتيش انك انت دار نشر تساعدك في النشر؟ لا انا كنت عايزه اخد التجربه، لانه ما كنتش عايزه زي ما يعني كنت قلقانه جدا، وكتاب في اول طبعه له تحديدا انه ينزل بكواليتي اقل او بجوده اقل، لان انا كنت يعني شايفه انه دي حاجه في الاول في الاخر عن مصر. طب التجربه دي هتتكرر بقى؟ هتتكرر مره تانية ولا هتستني شويه كويسين برضو لحد ما اما نشوف ايه اللي هيحصل او تجمعي نكت ثانيه؟ لا بصي انا يعني مستمره، طالما ابتديت شيء هاخده للاخر. لكن خليني اقول لك بقى، كنت بتكلميني على المشاكل. المشاكل بس سريعا بقى كده يدينا لحسن الوقت بدأ خلاص. المشاكل انه المصري لسه جواه حاجز الخوف. بعد ما خدنا الموافقه ابتدينا نكلم مطابع خاصه ان هي تطبع الكتاب. مطابع خافت، مطابع كتير خافت الخاصه. وهو ده اللي كان غريب، لغايه ما وصلنا في الاخر لحد كده صاحبنا قال لنا انا هاخد معاكم التجربه للاخر وهطبع الكتاب. فعايزه اقول انه الكتاب نزل اهو ومحدش عمل لنا حاجه الحمد لله. تمام. فالناس تبطل تخاف. الناس تبطل تخاف. استاذه دينا انت يعني من شويه انا كنت في فقره مع عالم مصري كبير وسالت زميلتي هو احنا عملنا ثوره؟ لان الراجل العالم الكبير ده جامعة القاهرة مش عايزة ترجعه يدرس تاني. فأنت دلوقتي حسيت إنه إحنا لا، يبقى إحنا عملنا ثورة. لا إحنا عملنا ثورة. إحنا عملنا ثورة. وأسقطنا نظام. عظيم. ولازم بقى نبتدي نخطط. لا نخطط لمستقبلنا وبلدنا. تمام. ونبقى إيجابيين ومتفائلين بنفس روح النكتة. تمام. اللي كنا عمالين بنطلعها وقت. أستاذة دينا هلال مستشارة تسويقية وصاحبة فكرة كتاب أخف دم ثورة في العالم، انا هزود في العالم. نورتينا فن. ميرسي وميرسي ليكوا. صباحكم كله تفاؤل. شكرا يا دينا. والكتاب هروح اقراه على طول ان شاء الله. مشاهدينا بعد الفقره دي هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. لا لا احنا مش هنروح لفاصل خلاص، احنا ده نهايه يومنا النهارده. ازاي
وبكره يوم جديد، لا تجري معاكي بسرعه على ونهاركم فكره. دايما مليان بالامل والتفاؤل. يا رب بكره شمس جديده على مصر ان وامل شاء جديد الله ان شاء الله. ان شاء الله.